أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أبو تركي من الرياض يقول أنه دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الأولى، وحينما انتصف هذا المأموم بقراءة الفاتحة لأنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، قام الإمام بالركوع، فهل يكمل الفاتحة أم يركع مع الإمام؟ إذا دخل المسبوق مع الإمام وركع الإمام فيجب على المسبوق متابعة الإمام ولا يكمل قراءة الفاتحة. لو بقي آية؟ لو بقي بعض آية. لماذا؟ لأن هذا الموضع من المواضع التي يتحمل فيها من؟ الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه قال: أدركت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر راكعا فعجلت وكبرت دون الصف ثم دخلت في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أحسنت ولا تعدو، أي لا تركض وتستعجل. في الرواية الثانية: أحسنت ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة. فقال العلماء إن هذه من المواضع التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كلها أو بعضها، والله أعلم. سواء كان هذا الدخول في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في أي ركعة، لأن الفاتحة ركن على الصحيح في كل ركعة من ركعات الصلاة.